اهلا بيكم في اوكل يا تنيكو. ده برنامج واقعي بيتكلم عن الطبخ، وانا ما اعرفش حاجه خالص عن الطبخ، بس خدت التحدي ده عشان اتعلم عن الجنسيات اللي موجوده في لندن، لان اللغه الوحيده اللي هقدر اتكلمها معاهم هي لغه الاكل. هم هيطبخوا وانا هاكل، انتوا هتعلموا وانا كمان اتعلم معاكم. بس اللي احسن من كده حاجات تانيه كتير، في تحديات ليا كتير. ما تضحكوش كتير، اتعلموا اهم حاجه. بس على العموم انا قابلت التحدي، يعني دخل التحدي دخله. تعالوا اتفرجوا شوفوا ايه اللي حصل في الحلقه، واستنونا كل يوم في رمضان ورمضان كريم من اكولات ميكو. استنوا، اكولات ميكو ليست مجرد طعام، انها متعه.